فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ولا نركب السروج، هذا سبق. السروج هي ما يكون على الدواب، وإنما يركبون شيئا خاصا بهم على الأكف، يعني على الأكف، فلا يكون ما يركب عليه الكافر مثل ما يركب عليه المسلم. وأيضا صفة الركوب، يجعلون أرجلهم إلى جهة واحدة خلاف المسلم، فإنه يفرق رجليه. نعم. ولا نتقلد السيوف، لأن هذا من استقلد السيوف هو وضعها كالقلادة في العنق، تعليقها على الأعناق، وفي هذا إظهار للقوة والشجاعة، فالكفار لا يعملون هذا الشيء، لأن هذا يدل على العزة، وهم المطلوب إذلالهم حتى يعطوا الجزية تعيد وهم صاغرون. نعم. ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله، نعم، كما يحمله المسلمون، لأن هذا لأنهم إذا حملوا السلاح أخافوا المسلمين وصار لهم قوة، وهم أهل ذمة يخضعون للإسلام وتكون حمايتهم على المسلمين، المسلمون هم الذين يحمونهم، لا أنهم هم الذين يحمون المسلمين، إلا عندما يداهم البلد عدو فإن الكفار يقاتلون مع المسلمين لدفعه. نعم. ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، كذلك يتميزون عن نقش الخواتم، المسلم ينقش خاتمه باللغة العربية وبالحروف العربية، والكفار ينقشون، أهل الذمة ينقشون بلغتهم الأجنبية. نعم. ولا نبيع الخمور، لأنه لو نقش الخاتم بالعربية لاشتبه بخاتم المسلم.